خد لعبه الرسائل. جاهز يا كابتن رضا؟ جاهز. جاي لك بعض الرسائل شوفها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا رضا. حازم امام بعت لك رساله بقول لك يا كابتن رضا ايه المطلوب مني عشان ابقى على المستوى اللي يعجبك اداريا يا فندم؟ يعني يا فندم كنا عايزين مدرب اقوى من ده يا حازم، لانك انت لعيب كوره ولعيب كنت لعيب عالي قوي، فلازم تجيب لنا مدرب عالي قوي. ايوه بس هو سي في برضه عالي قوي. معلش اسمعني بص، لازم تبعد عن البرتغال خالص، كان لازم يجيب لنا مدرب محترم. ما انت لسه بتتكلم في الانترو او في الفاصل بتقول لي ان جايبين اللي هو رينار في السعوديه والتاني برضه في السعوديه اللي هو في ماسك فرقه حجازي نونو سانتو، واخد بالك؟ يعني ما دي بالزبط. لا مدربين على ما نجيب واحد زي ده بالظبط، ده انديه تجيب وانت كمنتخب ما تجيبش. ماشي بس يا حازم خدتها مني دي. ماشي ايهاب جلال بعت لك رساله بيقول لك رحت لعبت كوريا من غير الاساسيين ودلوقتي كلهم في وديه قدام النايجر، عرفت ان كنت مظلوم ولا برضه ما كنتش استحق ادرب المنتخب؟ لا انت اللي قصرت في حق نفسك، كرفه او ما يسافرش، ما هم باعوه، هم نطوا من المركب وصدروه، والجماهير بقى تتكلم على مين؟ عليه هو. فكنت انت برضه زي ما هم نطوا من هنا كنت نطيت من هنا. تمام انا نقلبها نط بقى نط وجري بس انا 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 ضد ان انت تنط من مركب المنتخب، دي مسؤوليه. ايوه بس في التوقيت ده، في التوقيت ده لو انا اعرف الناس دي هتحميني اروح. ايوه لا وانت ما استفدتش، لا استفدت فلوس ولا استفدت بغض النظر حاجة. يا مهيب انا لو اعرف الناس دي في ضهري وهتحميني حتى ماشي. لو خسرت ايه المشكله؟ بالظبط ايه المشكله يعني؟ حسني عبد رب القيصر بعت لك رساله، انت تعرف ايه عن اللي بعمله مع الاسماعيلي عشان تقول استحق اقعد ولا امشي؟ اصل انا الاسبوع اللي فات اتكلمت عليه عليه وحمزه الجمل، يعني لما بنتكلم في نقطه فنيه مش ان هو انا ماليش دعوه بالاداريه، هو دلوقتي هي الحته الاداريه اللي قعدت النادي الاسماعيلي ولا الحته الفنيه بتاعت حمزه الجمل؟ لا انت قلت ازاي حمزه يمشي وهو لسه قاعد؟ لا انا اتكلمت وقلت بالنص كده قلت يا الاثنين كانوا مشوا يا الاثنين كانوا قعدوا، واخد بالك؟ لان اصلا الفني هو اللي قعد مش الاداري. لا بس الاداره مهمه. ماشي ما انا وحتى كمان انتقدته ان في اول ماتش له لما زق باهر المحمدي والكلام ده وحصل صدام. طيب حمدي فتحي بالراحه عليا يا كابتن رضا، هو طارق حامد رجع المنتخب هتقلب عليا انا؟ انت عايز الجد؟ بعد الاصابه حمدي فتحي وطارق حامد مالهمش لعب منتخب. مالكش دعوه بطارق حامد لو سمحت، ارجوك مالكش دعوه بطارق. النهارده ما شاء الله ولا بصح. مالكش دعوه النهارده ما شاء الله حاجه تفرح. بيسخن مالكش دعوه. حاجه تفرح ولا بصح. عشان الحسد مش عايز يتحسد. مالكش دعوه. حاجه ما شاء الله تفرح ولا بصح. طيب. فيتوريا بعت لك رساله. يعني ايه مدرب مش عايش معانا؟ انا عارف انك عايش في مصر من قبلي بكتير بس جابوني انا اضرب المنتخب، ما تعاقدوش معاك انت ليه؟ ايه اقول كلمه ممكن اقول لك البرنامج؟ لا بلاش. لا اهدى اهدى، ما هم عارفين ان انا كده، انما انت بيقول لك يمين. لسه الراجل لسه الراجل. اسمع بس، يمين يمين شمال شمال، انما انا ما حدش هيقدر يقول لي يعني انا لما هاخد عواد او ما اخدش الشناوي ما حدش هيقدر يقول لي بيم، مش هاخد حمدي فتحي ولا هاخد ايمن اشرف المعبوش ما حدش هيقدر يقول لي بيم، ومش هطلع ومش هخاف من السوشيال ميديا ولا هترعب زيك ولا هتوتر زيك ولا هتهت زيك زي عشان كده زيه. ايوه فعشان كده هم مش هيجيبوني. مين قال لك ان هو بيتهت؟ عرفت منين؟ وغلاوتك بيتهت. لا والله وغلاوتك. طيب ابص لو ما بيتهتش طب قول لي ما كانش طلع واتكلم على طب قول لي لو ضربت مصر تعمل ايه؟ يا عم انا قلت لك قبل كده لا هناخد كاس. ايوه هناخد كاس افريقيا وهتوصل كاس عالم، عايز ايه تاني اكتر من كده؟ ناخد كاس العالم؟ طب ولو ما حصلش الكلام ده هشرب سم. ايه؟ هشرب سم خلاص بقى، يبقى انا كده فشلت يبقى هشرب سم. ده انت ما حلقتش شعرك هتشرب سم.
ايوه انت شعرك خفت تحلق وهتشرب. طب وانت اصلا الرهان ان انت كنت تحلق شعرك وانت حالق اصلا يعني هو ده الرهان يعني انت خفت تحلق شعرك مش خفت هتشرب سمن مش خفت.